احنا مش عايزين ندي فرصه لحد، مش هندي الفرصه لحد، هنحضر وهنساند الاهلي وهنشجع النادي الاهلي. وهي رساله مش بس لجمهور النادي الاهلي، رساله لجماهير الانديه المختلفه، احضر وساند وشجع جماهيرك او شجع فريقك العفو. بس مش مطلوب منك اكتر من كده. لكن انت تسيء او لعيب قال لك او عمل تصرفات خاطئه، لا اقف قول له لا كده ما ينفعش، كده ما صحش، انت كده بتعطل كل الاهداف اللي الدوله بتسعى ليها. فهنفضل نساند عوده الجماهير، وده دور الاعلام الرياضي المحترم ان هو يحاول بقدر المستطاع ويساعد في عوده الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي، لان ده الهدف الاساسي خلال الفتره الحاليه، خصوصا بعد بطوله الدوري او بطوله الامم الافريقيه وحضور الجماهير في المباريات الخاصه بمنتخب مصر، وكل مباريات النظام كان عامل ازاي وكل حاجه كانت كويسه جدا. مش عايزين نرجع لورا، خدنا خطوات لقدام نكملها، نكملها بدون اساءه لاحد. فده شيء مهم جدا. بالمناسبه النادي الاهلي بيصوب نفسه بنفسه، لو حصل اي هفوه النادي الاهلي بيعالجها، اي هفوه من اي شخص النادي الاهلي بيعالجها. يعني ممكن البعض يقول لك طب ما انت مش عارف ايه ده. لا، راجع قرارات مجلس الاداره الاخيره هتلاقي ان النادي الاهلي بيعالج اي هفوه وبيصحح اي شيء بنفسه. فاذا النادي الاهلي مسؤول. النادي الاهلي هو صاحب القيم والمبادئ والاخلاق اللي دايما بيربي عليها اجياله وجماهيره بتشربها كده، بتبقى عارفاها خلاص، وهيفضلوا مساندين فقط للنادي الاهلي. نتمنى كل الامور دي نخلص منها بقى، لان نفسنا الحياه تعود للمدرجات بشكل طبيعي، ونفسنا ان يكون في قرارات حاسمه اكتر من كده، وقرارات تكون قويه ورادعه لعدم تكرار اي اخطاء من اي شخص ما باي انتماء ليه. فالقوه مطلوبه من لجنه الانضباط في الحقيقه، لان القرارات بتاعت امبارح بصراحه كده ضعيفه جدا جدا. يعني نفسنا نلاقي حاجه جديده بقى، عايزين نشوف حاجه جديده من قرارات مختلفه تخلص على كل حاجه، تخلي الدنيا تمشي كويس، تخلي الناس ما تغلطش، الناس ما تعملش ازمات، لان الازمات دي زي ما انتوا حضراتكم بتعطل كتير. احنا مش عايزين نتعطل، عايزين نطلع لقدام شويه، لان الناس حوالينا في كل انحاء العالم بيتقدموا، احنا للاسف اللي واقفين مكاننا وبنتراجع كمان، مش واقفين في مكاننا بس. فان شاء الله نتمنى الامور تسير بالشكل الافضل خلال الفتره الجايه، ويكون في قرارات افضل من كده من لجنه الانضباط، ويراجعوا الاسس اللي من خلالها بياخدوا هذه القرارات، لان الاسس كده واضح ان هي اسس ضعيفه يعني.